السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العربي. اليوم معنا واحد من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملات رقمية، بيتكوين ويو اس دي تي. هذا الموقع بيدفع بشكل حصري على المحفظة البسيطة فوسيت بي، والحد الادنى للسحب بسيط جدا اصدقائي، هو 1 سنت يو اس دي تي او معادلة بالبيتكوين. اول شيء راح اسحب انا الرصيد اللي متوفر معي 1000 نقطة، هني 1 سنت. بيقول لي الموقع طبعا حط هون عنواني داخل الفوسيت بي. بروح اصدقائي على محفظتي داخل الفوسيت بي، بروح على وولت، جيب عنوان محفظتي اليو اس دي تي. ما عندك محفظة، راح احط لك بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ هاي المحفظة بطريقة جدا سهلة وبسيطة. باخذ العنوان نسخ وبرجع للموقع، بحط العنوان هون اصدقائي بهي الخانة، بنحل الكابتشا طبعا، يعني حلت اوتوماتيك فينا نقول، ويزدرو بضغط عليها وبنتظر تحميل الصفحة. طبعا دفع للموقع بشكل فوري، شايفين اصدقائي هاي هي الكميات. اذا انتقلت لمحفظتي الفوشيت بي وحدثت صفحة الدفعات داخل المحفظة الوسيطة فوسيت بي. طبعا هذا هو الموقع، اسمه كريبتو فاي فوسيت. هاي هي الكميات 1 سنت طبعا وشوية دكسور يو اس دي تي نورمال بيمنت. طبعا اصدقائي هذا هو التاريخ، موقع كتير كويس من اسهل المواقع اللي ممكن نكسب منها هدول العملتين الرقميات بطريقة جدا سهلة وبسيطة. هلا بنحكي هاي التفاصيل بعد ما شفنا اثبات السحب من الموقع. طيب بسم الله نبدأ. أول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك أنك تضغط على لينك تسجيل، راح تلاقي بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، أنا ما بستخدم أي روابط مختصرة، هذا اللينك بيعطيك عن المدونة الخاصة فيه. المدونة الخاصة فيه في رابط مباشر، يعني ضغطين أخي كريم بتفتح معنا هاي الصفحة. نحن بننشئ حساب جديد، بنروح على كلمة ريجستر اللي هون وعم نضغط عليها. طبعا بيقول الموقع بهي البيانات، بنحط هون ايميلنا، بنحط اسم المستخدم باللغه الانجليزيه، باسورد، نعيد الباسورد، نحل الكابتشا، كلمه ريجستر، بيكون صار عندنا حساب. الموقع رح يبعثنا رساله تاكيد على بريدنا الالكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، فيها لينك بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. طبعا اصدقائي هاي الرساله بتجي بشكل عام بالبريد الوارد، نروح على كلمة confirm email address بتفعل الحساب. طبعا احيانا بتجي بالرسائل غير مرغوب فيها، بس بضغط على اللينك المرسل فيها مرة ثانية هون، ممكن يقول لي ان اول رسالة البريد الوارد او اعتبارها رسالة امنة. طبعا هي رسالة امنة، الموقع ما فيه اي شيء. بعدين بضغط اصدقائي على الرابط وبتفعل الحساب، بروح بعدين على تسجيل الدخول، بعبي بياناتي وبسجل دخول لحسابي. طبعا اصدقائي هي واجهة الموقع من الداخل، نحن بنجمع توكن وبنسحب معادلهم بالبيتكوين او اليو اس دي تي مثل ما شفنا ببداية هذا الفيديو. كيف تبلش جمع؟ انا عندي مجموعة مميزة من طرق الربح. عندنا اول شيء صنبور، كل 24 ساعة ممكن يعطيني 100 او 200 نقطة، وهذا شيء كثير منيح، بس بروح على كلمة كليم بنحل الكباتشا اوتوماتيك طبعا، وباخذ هاي القيم، هذا الصنبور كل 24 ساعة. طبعا في عندنا مانوال فوسيت او صنبور الاعتيادي، طبعا بتفتح معنا هاي الصفحة. هذا الصنبور 60 توكن بين المطالبة والثانية 4 دقائق، معي 20 مطالب يوميا، 60 توكن كثير كويس على هذا الصنبور، بس مجرد كاباتشا وانتي بوت. هي نوعيه من الصنابير نجمع فيها داخل موقع التوكن، تمام اصدقائي، مختلفه عن الصنابير بتاعه مباشره. هون شيء تجميعي، بعدين نحن بنسحب مثل ما شفنا بالبدايات. طبعا حلت الكاباتشا هون اوتوماتيك، طبعا بعدين بحل الانتي بوت من يسار اليمين، هي اول وحده، طبعا هون ثاني وحده، هي ثالث وحده، بروح على كلمه كولكت، بضغط عليها وبنتظر تحميل الصفحة. طبعا أخذنا ال 60 توكن مثل ما كنتم ملاحظين أصدقائي، راح يعطيني أحيانا هون كاباتشا حماية تانية، طبقة تانية للموقع، بروح على انلوك. لكن اصدقائي بنكون هلا صرنا جاهزين لحتى نطالب بعد 4 دقائق مرة تانية من هذا الصنبور. طبعا في عنا كثير طرق داخل الموقع، عنا هون اصدقائي مايننج او تعدين، اضغط عليه. طبعا هذا التعدين حقيقي بيعتمد على قوة جهازك، اذا انت كنت مركب اي شيء يوقف التعدين لازم توقفه داخل المتصفح. طبعا راح هذا الصفحة هون اصدقائي مشان تظهر لي الصفحة التعدينية المباشرة اللي فيها الجيجا هاش او السرعات، تمام. روح انا على ستارت ببلش يعدن لي، ستوب بيوقف لي التعدين، بس وصل لحد معين اللي هو 1000 توكن، بس بضغط عليهم بيحول لي اياهم برصيدي بالموقع. يعني انت اذا عدنت 1 سنت فيك تحوله لرصيدك بالموقع وبعدين تسحبون على محافظك الوسيطة، وهذا شيء كثير منيح. طبعا لازم تعرف انه هذا التعدين حقيقي او تعدين يعتمد على قوة جهازك، اذا جهازك قوي بيعدن لك اكثر، جهازك ضعيف بيعدن لك اقل، وانت هون فيك تتحكم بالسرعة. اذا انت ما تستخدم كمبيوتر موصول مباشرة من الكهرباء مثل الكمبيوترات العادية، شيء كثير منيح، فيك تعدن قد ما بدك. اذا ما تستخدم لابتوب مثلا، ما بفضل تعدن على بطاريتك، انتبه لهذا الشيء. طبعا التعدين ممكن يقصر عمر البطاريات، هذا الشيء اعتيادي، تمام اخي الكريم. فاذا انت عندك كمبيوتر او موبايل انت ما لك عم تستخدمه ابدا، اعطيه تعدين واتركه طبعا يعدن لك. وفي كثير مواقع مشابهه لهذا المبدا انا شارحها، فيك تستخدم 4 او 5 او 10 مواقع من هاي المواقع وكلها تعدن لك بنفس الوقت، كل واحد موقع طبعا بيعدن التوكنات الخاصه فيه، وكلها مواقع بتشتغل وبتسحب، ورح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا فيها هاي الميزات وفيها كمان طرق ثانيه موجودين مشابهه لهذا الموقع. عندنا كمان بعض الاعلانات ممكن نلاقيها ونكسب منها، عندنا شورت لينك او روابط مختصره، اضغط عليها
موجود اربع شركات من الروابط المتصلة، هي اسهل وحدة منها ار اس شورت. انا شرحتها مرات عديدة على قناة اصدقائي، معك 20 مطالبة كل وحدة ب 200 توكن، يعني كل خمس مطالبات من ار اس شورت تاخذ 1 سنت، ربح سريع اخي الكريم، وبتوصل للحد الادنى للسحب خلال 5 دقائق وبتسحب على محفظتك. اسهل من هيك ما ضل شيء. طبعا اصدقائي، ارباح المبتدئين ما راح تكون عالية بالبداية، انت دائما راح تبلش بارباح بسيطة 5 10 سنت، ممكن تعمل 1 دولار باليوم. بدك تركز على مجموعة من المواقع، تاخذ المفيد من هاي المواقع وتكسب منها وتسحب رصيدك على محفظتك. وروابط المختصرة مثل ار اس شورت مفيدة لهذا الشيء، بتوصلك للحد الادنى للسحب بشكل سريع، لكن اهم شيء انك يساعدك تكسب منه من اي موقع ربحي اذا كان فيه اوفر وول او العروض. طبعا وبلد الإقامة الموجود فيه انت يا اخي الكريم هو بيأثر بشكل كتير كبير على نوعية العروض بتطلع لك، لكن بشكل عام موجود عروض بأغلبية الدول. طبعا بعض الدول ممكن تلاقي عروض فيها قليلة لكن بتوفر كل فترة والتانية، مثل سوريا في عروض قليلة لكن بعض الشركات تدعمها مثل اوفر تورو، في عندنا كمان ام ام مول كمان بتدعم سوريا، لكن هون داخل موقع موجود عندنا النوتك والسي بي اكس ريسيرش. السي بي اكس ريسيرش هي استطلاعات الرأي الأهم على كوكب الأرض، ممكن تاخذ 5 10 أو 15 سنت على كل استبيان أو استطلاع رأي، لكن غير متاح ببلدي. لكن أنت عندك مثلا بجمهورية مصر العربية راح تلاقي استطلاعات وتكسب منها، بالمغرب العربي بدول الخليج بتلاقي استطلاعات وبتكسب منها، في عندنا كمان النوتك كمان شركة ثانية. طبعا أعطيني إنه غير متاحة الاستبيانات، هلا ما في استبيانات على السي بي إكس سيرش بلدي، لكن أنت راح يطلع لك. وعندنا النوتك كمان أخي الكريم شيء مميز، ممكن تلاقي فيه مجموعة من العروض. حاول دائما اشتغل بالشكل النظامي المتاح ببلدك، اشتغل عليه. طبعا لا تغش، لا تستخدم بروكسي او في بي ان او اي وسيلة احتيالية. اذا طلع لك عروض ببلدك اشتغل عليها، ما طلع لك لا تشغل بروكسي. كمان بيقول لك الموقع انه انت اي عرض بتأديه خلال يوم واحد بنضافي رصيدك، وهذا شيء كثير منيح اصدقائي. كمان الموقع في رابط احالي مثل ما تركتوا رايل هاي اللي هون، اضغطنا عليها بظهر لي رابط الاحالي الخاص فيه، بعطوا كوبي وصل الاصدقاء لاستفاد من الموقع بشكل افضل. انت يا اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تقدر تربحك من هاي النوعيه من المواقع. شايفين اصدقائي الصفر ريفرال، انا لسه ما دعيت حدا لهذا الموقع، لكن موقع كويس مستقبله كويس، وراح نحاول نكسب منه قدر الامكان خلال الفتره القادمه. كمان اصدقائي في شغلتين هي الانجازات ممكن نكسب منها، وفي عندنا شيء اسمه ويل اوف فورتشن، هذا بيعتمد على الانرجي اللي بناخده من الروابط المختصره. الروابط المختصره بتعطينا توكن عاديه وبتعطينا كمان انرجي تنضاف في رصيدنا بالموقع. طبعا معي كمان 100 مطالبه بالمطالبه والثانيه 5 دقائق، وهذا الشيء منيح بياخذ منك 10 انرجي. رح شوف انا رصيد الانرجي اللي معي، انا قمت بمجموعه من الروابط المختصره معي 46 انرجي، شايفين اصدقائي. اذا رحت للويل اوف فورتشن طبعا ممكن يعطيني شيء منيح بين 55 توكن 60 توكن 20 توكن، كمان هذا ربح اضافي داخل الموقع كمان بنحاول نستفاد منه من حل الكاباتشا والانتي بوت، يعني شيء متوفر لازم نستفاد منه اصدقائي. و100 مطالبه كمان ما سيئين، راح يخلي لي 10 انرجي شايفين اصدقائي، ونشوف شو راح يعطينا. راح يعطينا واحد من هاي القيم، اعطاني 50 توكن كمان انضافه برصيدي، وهذا شيء كثير منيح اصدقائي. فيني بعد 5 دقائق ارجع طالب من هذا الصنبور، لكن لازم يكون عندي هاي الانرجي. تمام اصدقائي، انتبه لهذا الشيء اللي هي بناخذها من الروابط المختصره. طبعا اصدقائي موقع مميز، انا كمان راح تلاقوا بصندوق الوصف مجموعه من المواقع كلها ممكن نكسب منها عملات رقميه بطريقه مشابهه، ونسحب منها على المحفظه الوسيطه فوشيت بي، وبعضها بيحط خيارات ثانيه مثل تراست وولت وباينانس وغيرها. طبعا اصدقائي بدو اكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه بشكل خاص، الباير الفوشيت بي وغيرها، اكتب لي بالتعليقات ان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.